سلسل يا حبيبي حطوك طول حكايه. لا 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 تفهم بالصرف تفهم في جف واللي بيفهم قدامي بشف تفهم بالصرف لا لا اللي بيجف قدامي بشف تجيب الشباب وتجمع لا بصوت عالي في السماعات لا لا انتشرت أغاني المهرجانات في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأثارت الكثير من الجدل. النهاردة هنخدكم في رحلة نعرفكم فيها على من يقفون وراء صناعة أغاني المهرجانات، وأول لقاء هنبدأه من غاية الحمام دي هنتعرف فيها على واحد من أكبر مؤلفي المهرجانات. ازيك يا أبو عمار؟ ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. عايش مع الحمام أنت النهاردة؟ النهاردة يوم بقالي يوم ما أكلتهمش زعلانين مني. لا قول لي يا أبو عمار، لسه عايش في التوهان؟ لا شويه فوقت يعني. ابو عمار انت اول واحد كتب مهرجانات في مصر مش كده؟ لو تحكي لنا كده عن بدايتك في كتابه المهرجانات. بدايه المهرجانات بدات 2007 بس انا بدات 2008، حسيت ان انا عاوز اغني، قعدت لقيت نفسي الدغ مش هينفع اغني، بس يعني ايه حس الفني ودن موسيقيه. ابتديت اكتب بصراحه، عملت عايش في التوهان. هوبا الناس عرفتني، تقبلت الموضوع، مين كذا 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 اسم جه في الموضوع لحد ما عملت سمكة على بلطية. كانوا لسه اللي بيعملوا مهرجانات يعدوا على الايد كام اسم بس معينين، ما كانش لسه الموضوع اتطور كده. ومحدش كان بيكتب لهم؟ لا ما انا كنت اول واحد. كانوا بيرتجلوا وبيجيبوا اغنية قديمة يجددوها يقولوا افيه جديد، يبنوا الاغنية اصلا على افيه واحد. أوكي. لكن الموضوع اللي انت تكتب اغنية مخصوص للمهرجان كانت الحمد لله العبد لله كان اول واحد يعملها. انت عارف ان الكلام اللي انت بتكتبه الناس بعد كده في الشارع بتقوله وبيستخدموه في حياتهم اليوميه. أيوة أيوة. يعني انت بتاخد منهم هم بياخدوا منك برضو. أنا ممكن يعني سمك على بلطية انت عارف الناس بتعاكس البنات بيها دلوقتي في الشارع. ما هو كل واحد بيستخدم الاغنيه زي ما هو عايز، بس انا بكون قصدي فيها غرض اللي انا اكتبها اللي هي معلومه يمكن. ايه معلومه في السمك على بلطية؟ سمك على بلطية الكلمه نفسها انا بدات عشان هي اغنيه فرح تشد، يعني ده افيه مبني عليه الاغنيه، لكن جوه بيناقش احترام الكبير للصغير، الفلوس اللي انت بتتعب بيها وفي الاخر بتروح بتشرب بيها، صحابك اللي ما بيدوش يقعدوا معاك اصلا وبيطلعوك بره الفريق عشان انت ما بتشربش. انت خريج ايه؟ انا خريج ازهر. خريج ازهر بس ما كملتش ازهر بصراحه. طب وفادك ايه دراستك في اللي انت بتعمله دلوقتي ولا حطيتها على جنب؟ لا ما حطيتهاش على جنب. هي في ماده ظهرت لي في اولى ثانوي اسمها العروض. العروض دي بحور كلام ووزن وقافيه، المفروض ان انا اطلع منها يعني شاعر اديب الكلام ده. انا شقلبت الموازين خالص، يعني خدت اللي انا عاوزه منها. وانا بحب المهرجانات قبل ما تبقى مهرجانات، كان اسمها مولد وكان فيها اغاني، الاغاني الشعبيه عامه اللي بتوصف اللي احنا فيه انا احبها. انت كان هدفك ايه وانت بتكتب اول مهرجان؟ وكنت متخيل انه ممكن يوصل شهرته للي وصل له دلوقتي؟ كنت عايز حبه الدعايه بصراحه، ابقى مشهور كده وبتاع. بس في الاول ما كانش محطنا، ما كانش لسه التلفزيون. هتصدمهم بحاجه جديده جدا. كنت احب اشغل دماغي على الاختصارات زي ما قلت لك. اختصار الناس عاوزه تقول ايه، بقول اللي هم عاوزين يقولوه، بس انا بجيبهم ايه بلغه ايه صايعه شويه اللي تدخل الدماغ على طول. ازاي بتختار المواضيع اللي انت هتتكلم فيها في المهرجانات؟ هو كذا باب. ممكن يكون لفرح فبنقي الكلام اللي هيفرحنا، ممكن حاجه وانا ماشي في السكه، يعني انا راكب المواصلات ورايحين نسجل اصلا وانا مش محضر حاجه في دماغي. أوكي. يحصل موقف قدامي سهل جدا بس عجبني بصراحه، يعني وصل مني فكر. انت كمان بتتفاعل مع الاحداث السياسيه والاحداث الجاريه في البلد وبتعمل اغاني ليها. عملت اغنيه عن الثوره بس في الحته اللي احنا نقدر نتكلم فيها. انا عملت اغنيه عن الثوره. عملت اغنيه عن ام عندها 3 عيال. الاغنيه موجوده على اليوتيوب اسمها حكايه ام مصريه، واحد طالب في الكليه والتاني في الداخليه والتالت في الجيش. التلاته بيضربوا في بعض ايام احداث محمد محمود، ايام بقى اللي لما كان في ضرب في الكلام ده، التلاته بيضربوا في بعض. والام اللي هي مصر زعلانه على اولادها وعماله تقول لصالح مين اللي بيدور، يعني ايه هي زعلانه مش عارفه تعمل ايه. هطلب منك طلب. اتفضل. ترتجل لنا مهرجان وهسيبك. عايزه كلام عميق انا وسيبك بتاع ساعه كده. يا ساعه كتير بس بعد أنا... شويه ساعه ماشي. كتير على المهرجان. طب اسيبك قد ايه؟ عايز يعني وقت قد ايه؟ نص ساعه بالكتير. نص ساعه قبلك وتكون جايب لنا بكلمات المهرجان ونحاول نشوف عمليه انتاج مهرجان بتاخد وقت قد ايه. نسجل النهارده يعني كل حاجه النهارده. تمام خلاص ماشي. يلا ماشي. سلام.
شفنا الغلط اللي ماشي خلى الصح صدق.